واحد دلل على كهربته، انت ونظافه الكهرباء وانت وكبر الكهرباء عمرها وانت ونظافتها وانت وهي شنو ماركتها. فماش هذا حديث نتاع قشار غاليين السوق ولا كساب يبيع اغلى من القشار، فهمتني؟ هذاك كل حديث وبرا ماهوش صحيح. برشا مواطنين يتعرضوا للغش. والله شوف هو مش يتعرض للغش، اما هو يعطيك كهرباء قدامك انت مش ما تعرفش، جيب شكون يقلب لك، فهمتني؟ يقلب لك كهرباء، شوفها انت ما مش محافظ ماش ديفوات مغطي، ساعات تشري كهرباء جديده بدا فيها ديفو من داخل، سبحان الله انت مزارك كذا مش ديفو ذاك تاع عندك انت، هو اللي كان جا فيها ديفو ما يصلح وراه خليهوش، خاصه في امور ميكانيك، في امور طول اخويا كهرباء دار تجيب شكون يقلب لك ويشوف لك، ما تعرف تجيب شكون كهرباك تشوف فيها اخويا. الاسماء تعال عاود بيوها، ما فماش بيوها فما شي هيك تشوف في كل شيء. هاو كهرباء جد ولا سوا تشوف فيها كيفاش؟ هذه جديدة؟ ربي جديدة هذيك ماشية 900 كيلومتر. قديش؟ 48 مليون؟ هنا أمبو نف العادية الموتور العادي. غالية ولا رخيصة 48 مليون؟ رخيصة بالنسبة للشيء اللي قاعدين تشوف فيه كهرباء رخيصة. بارتنر 5 بلاس أمبو نف عادية هذيك ما فيها حتى شيء. هاك تشوف الأسوام وتشوف الدنيا كلها. وين الخدمة؟ ما هي حاصلة حبسة جميلة حبسة فمش خدمة؟ ماش خدمة تشوف يا أخي وين؟ علاش كره بغليت هك؟ تشوف الوضع في البلاد العرب كلها غليت ما عادش فما شكون مواطن ما عادش خالد باش يشري، كان مشى للدار وحل كان هرب للسوق وحل كان ما عنده باش يمشي، كان خدمة تشوفها يا صاحبي كنا نشوفوا فيها هكاك تشوف هاك تشوف الكره 27 مليون كيفاش؟ كره شعبية كانت ب 20 مليون سبعة توكيل ب 40 مليون ومش شب ومش شبلها شكون مازال باش يخلط اوكي باش ياخذ كهرباء كونفر لاين مثلا كيما يقولوا الاستاذ طايشه على اليمين وعلى اليسار واحد حياته كله هو تشوف فيه حطمنا الله يحطمهم شكون حطمك؟ كلها الدوله كامله اللي خرج بن علي مشات تونس سيد اتخذت جمله ريتها جمله واحده قعدت فيها شيء تونس كان الزيت الزيت هانم طايش ربي هو عطاه الخير هم هو اللي فرطوا فيه الزيوت ما فماش رقابه في الاسواق ما فماش شكون يراقب في الاسواق انا نشوف ليك يغني وحده ليك يطلب في الكهرباء قد ما يحب هيك علاش بتبعتها الكونكورنس تطلع والاسواق تطلع يلزم رقابه يلزم 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 هيئه تنظم القطاع هذا صحيح ولا لا يلزم هيئه تنظم القطاع هذا ساتور علاش غالي الكهرباء الموديل لفسير لفسير ما فماش ما فماش لفسير لا 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 بالحق هي حتى الكرهب لوكازيون غلات حتى الكرهب لوكازيون غلات انت تبيع في الكهرباء هذه؟ ايه قداش السوق؟ تاجر يعني 24 مليون؟ ايه 24 شنو؟ 24 مليون علاش غاليين يعني السيارات الموديل؟ الدينار طايح ولا طالع؟ الدينار طايح الاقتصاد به في تونس؟ اه هذاك كاش كهرباء غالي كيجي الاقتصاد ماشي كراب تلقاه راهي مرخوف يا خويا السوق غالي يا خويا ولي برشا برشا النار تشعل الكراب ماشي نجم يلحقهم حد السوام خياليه السوام خياليه يعني يجي واحد باش ياخذ كهرباء 4 شهور ولا 5 شهور تلقى السوق معناها يهربك السوق معناها سبحان الله معناها الانسان بابا عيله ماشي نجم ياخذ كهرباء انا جاي تو عارف منين جاي من مدنين باش نلقاش كهرباء من جاي؟ من مدنين باش نلقاش كهرباء هنا والله لا قبلش البعض خلاص قبل السوق انا يا خويا نورمالمون يلزم يشوفوا حل معناها علاش غاليه الكهرباء علاش خويا غالي ما كاين في الصور يقول لك واحد يقول لك الدينار طايح واحد يقول لك مثلا مش عارف كيفاش اقتصاد طايح شنو هو معناه الحديد يشعل معناه الكهرباء انت في اوروبا ممكن تسوي كهرباء تسوي 5000 500 اورو غادي هنا تعمل لك معناها 500 يورو مليون ونص تونسي تصور لك انا يقول لك 30 مليون كلام هذا تو اي كهرباء معناها تجي تسومها تلقى روحك معناها كهرباء بسيطه 30 مليون لا مش بسيطه تجي تاخذ كهرباء مثلا كليو بوبي ولا كليو كات ولا كليو كلاسيك ولا كذا 18 20 25 كهرباء عمر 20 عام معناها المواطن ولا في حاجه مزريه معناها ماشي يعني سوق السيارات شكون قاعد يتحكم فيه تو حسب رايك؟ سمساره بالطبيعه كل سمساره كل سمسار اسم الكهرباء كل سمسار ولكن مرات تاخذ من سمسار والله معناه مع
معناها تلقى فيه الفاضل. اما الغالب ما غلا يا خويا غلا غلا السوق معناها معاش الواحد هم الصباح انا تقريبا من 7 تاع الصباح ل 6 ونص ندور نوجه الكهرباء كتشوفوا ولا لقيتها ولا 5 شوفوا لي نار غلا غلا ما تجيب تشري ما تجيب تبيع وانت تحوس وما لقيتش يعني والله اذا موجود هو الشيء اما غالي السوم غالي السوم غالي معناها السوم معناها ما تنجمش تشوفها الكهرباء شوفها تلقاها تحت 18 مليون 20 مليون كتشوفوا 5 شوفوا اليوم بيك اليوم 4 اليوم 5 انا خويا ربي يدير لنا نايب الشعب التونسي وكو بصراحه الغالب السوق هو الناس كلهم تفرجوا على بعض كم انا فهم لبيع على شراء الناس كلهم تفرجوا برشا السوام غالي كم انت جيت تشري نبيع الناس كلها تحل وتسكر وتفرجوا كو علاش السوام السيارات غاليين تو خاطر نحن 3 سيار والعبد الكل ولات السوام ما عادش عندهم شواء هل الكراب جدد تو ها تروا سيلندرا ولا شنو؟ الشواء ما عادش فما. الشواء ما عادش فما، قانون جديد في سيار ما فماش. كراب كل طلعت من اللي طلع حكيت نحات لف سيار سي. الاسوام الكل. نحات لف سيار يعني هو السبب اللي خلى الكراب تغلى. هو السبب اللي خلى الكراب تغلى. نرمو هذيك، نرمو هذيك. باهي طلع لورو شوي صحيح. مي كذا تسكر عليك انت كنت تخدم كراب تجي من برا يعني مانيش قادر باش نشتري كهرباء جديده مثلا. انا نحب كهرباء عمرها 3 سنين وتو كيما تجي تشري جولف فما فرق بين تشريها من الدار تشريها من تونس بصوم كي تجي من برا تلقاها عمرها 3 سنين ولا 4 سنين عندك فما حساب فيها مش انا حتى نصور حتى الوكيل فهمت مولا اني نحب نشري كهرباء هاي كاسيب شاري اي كي يجي يشري كهرباء عمرها مثلا 3 سنين ولا 4 سنين خير من نشريها من تونس من هنا تو ما فماش ولا تاخذ يجيب له كهرباء يخليها عام راخذ تدفع فلوس نزيد نكبرها في العمر ونزيد ندفع عليها وبعد عام باش نبيعها ما يخلصش كيك ولك علاش غلاو الكراه شنو الحل باش ترجع يعني الكراه السيار كيما كانت وان شاء الله اللور يعاود يطيح والبلاد تتحسن تعمل فيرموات وتقعد جمعه باش تستنى الفلوس صحيح ولا؟ ايه في جمعه تبيع كرم كانت العباد قبل تخدم مليح غاليه نار نار سيارات وعندنا هذه التواليتات هذوما خلينا نتكلموا عليه التواليتات هذوما مسكرين تو 3 سنين هاك البيبان مسكره كل سنه مسكره وانا كنت نخدم فيهم هذيك 15 سنه سكروهم شمتة شمتة باش ما نحلوهاش شنو سوام السيارات غالية رخيصة؟ غالية 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 سيارات بيك تمس تحرق معناها القشار بالبيع كرامته بالحب يبيع يبيع السوم الحب عليه هو ما ثماش خلف القشار يكذب عليك نحيها من مخك ايش البربع 5 كراب يضرب براسه سماسرة الكل؟ كل كلها خباف بس مصر فما عندك كراب باش يبيعها أما يعني قليل تلقى عندك كهرباء في بيع قليل حتى اللي عندي موقف بهم كياس برضه خويا باش نقول لك سوق خويا نار نار داي وقت تشوفها هذه ريتها سيري 214 هنغنى ولا ب 12 مليون ولا من دربه كراب ولد عمي غلطت 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 بصفه كبيره ياسر ولد عم غلطت برشا الكراب ومعناتها ماشي ماشي في الهلاك البلاد هذه ريتها ماشي في الهلاك وقلبي معبي عليك الشاهد هو اللي خلاها البلاد ريته خلاها خليل ريتو خلاها خليها البلاد كانت ديناميك انت بالخص على نفسير تي خي نفسير هذوما تو ريتها كيما جولف كيما هذيا كانت بقداش كانت ب 30 مليون قبل تو صبحت ب 40 مليون علاش هذيا ب 40 مليون خاطر نفسير حبس ها يرجعونا خويا نفسير ورجعونا خويا مره خلي يدور الدولاب ونحونا خويا كونترا من هناك من حلق الواد خلي ترجع غاديك الكونترا غاديك في بن قردان خلي يدور الدولاب سايبونا خويا خلي نخدموا على رواحنا لا ندخلوا لا في سلاح لا ندخلوا في دروك لا ندخلوا في حتى اي موضوع ولد عم ناس نستقاتوا على رواحنا ولد عمي نحن شدوها خويا احرق احرق واف سياره واف سياره واف سياره وحرقها البلاد حرقان ولد عم حرقها البلاد غلط الكراب غلط الكراب وغلى كل ما شيء المازوت كل يوم في الزيادات راه كل يوم كل يوم في الزيادات ولد عمي هاني بحكي غلط الكراب بصفه غريبه بصفه غريبه برشا والزيادات كل يوم فهم. كل نرقد نقوم نلقى سببها لف سيار الكراب سبب تاعها لف سيار باش غلط فهم باهي السلام عليكم هاي تباع في الكهرباء هذيك 39 كانت قبل ب 30 مليون 30 و 25 مليون كانت يجوا من برا واحد وثم لف سيار وعباد تدور في الدولاب وياكلوا في الخبز شيء غلي برشا 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 حرقوه فهمت حرقها البلاد ان شاء الله خويا ربي يصلحها في خير الاسوام في السوق لنا ارخص من تباع لبرا ريت مثلا حتى القشارة وحتى هو مش قشار هو تاجر يشري ويبيع ارخص من اللي باش تشري انت من كساب من برا انت كتشري من كساب من برا صور كرامتك شنو تلقى فيه بعد
بويسك انه هو تاجر يشري ويبيع باش يشري كان كهرباء ضيفه حتى كبدا فيها ديفو باش يصلح ويبيعها كان مصلح. انت خاطرك شاري كهرباء جديده عنده هو شاري كهرباء جديده معناتها مسك تشري كهرباء جديده ومن بعد تمشي تمشي من اول نهار تصلح فيه. والكراهب تو جديد تشوف تو قال الكهرباء ب 40 مليون كتشوف هو 40 مليون بيكانت وبرويتا ب 40 مليون فهمت معناتها دونك هنا باش تلقى كهرباء ب 30 مليون باسات ولا جولف ولا معناتها جرون فواتير معناتها السوم نسمى لوجيك راه سميش غليت الكرا بالنسبه للسوق رابور عجيب ما هيش غالي الكرا. كيفاش يعني انت قلت لي معنا كنت في انجلترا وجولف سيف جولف كات عام 2002 300 باوند ب 1200 توينس هذه 1200 تاخذ سياره ضبط هذه انا مليون و200 خريتها هاي كنت نجم تاخذ والله هيك ها مو معناها الدوخ مزوت المزوت فوت 15 سنه ما يدورش عندهم 2023 عملوا لهم بالشارج بالبطري تمشيك 600 كيلومتر مشي نحو المزوت يقضوا عليه جمله واحده انا ما تنجمش نحيه انا كهرباء عمرها 30 سنه تدور بها سوي مخيليه قلت لك ها ها والله يقول في 5 ب 500 باو 2007 يعني احدث السيارات احدث السيارات تاخذها بزوز ملايين ومليون ونص تاخذ كهرباء وتروح ولا الدوخه ها وعليش وعليش في تونس معناها الكهرباء البسيطة تلقى ب 30 مليون 40 مليون والله العظيم الدوخ هاي جيت الجمعة هذي جولف 5 ب 500 باو جوز منين توينس جبت 15 مليون جولف كات دورت وأني مروح مليون و200 توينس دورت جبت 15 مليون باش ناخذ كهرباء دورت ما لقيت مانيش والله ما لقيت مانيش لقيت حتى كهرباء 15 مليون حتى كهرباء ب 15 نتلقاها هي حتى صومها نتاع 7 ملايين نتذكرها ب 7 ملايين ولات ب 21 مليون زاد ما عادش علاش زاد نحونا لافسيير هذه كنا قبل باللافسيير كراها بتجي من فرنسا تطبسوا على كهرباء ب 20 مليون وب 15 مليون ناخذوا كهرباء تشدها 5 و 6 سنين ونبيعوا لغيرنا يربحوا وغيرنا يربح شويه اصبعنا كاو زين كهرباء من برا تو ناخذوا كهرباء هذه من الشركات شوفها كهرباء كيف هي كاردونا ما تلقى ما تعمل بها ما كاش سيء هذا هو السوق هاكم تدوروا فيه سيء ظهر لي مش نرجعوا لك الكريتا والبيم وكاو ربي يعينكم اخوي. لورو قال لك طلع يحكيوا على لورو. اي ورا فوت روا. معناتها الحديد عندنا طلع، احنا كهرباء 10 سنين 20 سنه 39 مليون 12 شنيا. خاطر انا ماناش عباد كان جينا نصنع وحدنا رانا لاباس علينا. كان جينا شادين حاطين يد في اليد رانا لاباس علينا نجيبوا الكهرباء ونصنع وحدنا وكل شيء. فهمت خويا؟ اما نحن دوله على غالب ديوانه شويه والشركات اللي عندنا هنا مفروض علينا باش نشرو ما عندهم كرنو كل اي فما لوبيات قاعده تتحكم في السوق لوبيات ما موجوده بس تبيع موجوده اللوبيات هذه موجوده من وقت الزين موجوده تو تحكم فيها السوق ثم لوبيات تحكم فيها السوق يحب يدخل الشركة يطلعها يطلعها انت داخليه يهزولها في المهندر المهندر اسقط الكراب تعاش يهزولها في المهندر شو ولا كراب اخرين شو ولا تويوتا شو ولا مازدا شو ولا كذا ورقه الاسواق كساب عندي كرابتي باش نبيع اما السوم ما يقابلنيش سمو فيه بسوام خيالي فهمت ولا حسب رايك شكون اللي قاعد يتحكم في السوق فما لوبيات قاعده فما لوبيات قاعده ما حبس البلاد كنا قبل في نعمه من كنا قبل في العهد النظام السابق كنا نجيبوا كهرباء خلص ديوانه بيع الناس كل كانت الامور هانيه موظف ياخذ الزوال ياخذ الناس كلها تاخذ بينما تو صاي ما عادش حتى واحد ينجم ياخذ كهرباء تجي تبقى عام برا خلص جيبها في سير ما عادش شنيه المهم الحصيل وتو البلاد بالعه بالرسمي بالعه بالعه لهاش دراهي كل تو ما عندنا حتى حل اخويا بالنسبه لتو كهرباء شوف بعد اخويا ما عادش فيها بلادك شو لا عاد فيها لا ما عاد فيها شيء اللي باش تخدم به قد الميزانيه ما عادش توصل حتى باش تصوروا الكل باش يسووا صغار ملايين كل شيء غلا صاحبي كل شيء خمم باش تهاجر خمم باش نهاجر لا واحد من الناس خمم باش نمشي نهاجر اخوي تخدم 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 ما تعمل بها شيء معناها باش تصور تلقاه كل شيء غلا اخوي العيشه غلات ياسر العيشه ما عادش فيها بصراحه في اوروبا كل شيء ارخص يحكوا لي في اوروبا معناها كل شيء بان وروه هناك تشوف لها اخوي ما عادش حتى كل عنده كل ما عندوش لا يقدر الخير وكهو صاحبي السوق معناها سكرت الدوله سكرت على الكراهب من برا كان قبل يجيبوا الكراهب من برا خلص ديوانه يبيعوا وقت باش يخلص ديوانه يبقى يستنى عام كامل سي نورمال باش تشتغل الكراهب والدينار ماش عنده قيمه راه زاد دينار فاتروا فرقيه راه
معناها انا روي يجيب 3300 تونسيه ما يخلصش والدنيا غلطت ياسر ما عادش حتى في اوروبا غلطت راهي مش كان تونس برك لا لا مش في اوروبا لا لا حتى في اوروبا غلطت هنا ما ذمش لا صالير لا شيء هنا الدنيا حامسه صاحبي الدنيا بالعه لا انا فلاح انا فلاح خويا عندي زيتون نصرف عليه قد شنو تحكوا الزيتون مش متحرك عليه عليه الزيتون مش خيرش عليه فلاح فهمني ثم اربع كعبات قاعدين يكوروا بقى الفلاح الزوالي يقول لك لا العفيس ما ذمش الدنيا حابسه خويا الله يقدر الخير وكاو اربع كعبات يدوروا في الدولاب هذا يحكموا في الزيتون يحكموا في الدوله الدنيا ما تشوف الزيتون يحكموا فيهم مثلا اكزامبل هذا خويا بينما قشيره انا باش يدبر كهرباء بدي كل قشيره كامل جمهوريه خويا الغالي كامل جمهوريه قشيره من الاخر فهمت تمسوا تسمع حسوا تو ما عادش